أحبتي في الله، ها هو رمضان أشرقت أنواره وهلت نسماته، وتلقى المؤمنون بركاته رمضان. وما أدراك ما رمضان؟ شهر البركة والرحمة والعفو والمغفرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إخوتي، ونحن في كيف وأخواتها، والنهاردة 10 شعبان. يا رب استر يا رب، يا رب استر يا رب. رمضان كابس داخل علينا، وعملين نقول له يا شهر رمضان ترفق، فإن دموع المحبين تدفق. ترفق، شوف لما تقابل حاجة وانت بتحبها وعايزها وخايف منها، محتاجين نستعد، لسه ما استعدناش كما ينبغي. والحمد لله أن يسر الله جل جلاله لنا أن نستعد في هذه الفترة بجميع أنواع الاستعداد. فمعنا اليوم في حلقة اليوم الاستعداد بالصلاة. الصلاة، الله، الصلاة،